السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تعرف على جرن التثبيت. هذا جرن تثبيت. متى نقول أنه تثبيت؟ عندما ترى حدوده مرفوعة هكذا وليس لديه أي وحدة توجيه. انظر، تذكر هذا، عندما ترى حدوده مرفوعة هكذا فهو تثبيت على نفسه. ودلالة الحدود مرفوعة بأن الهدف هذا يكون منطقة صخرية. انظر إلى الخشونة التي على حدوده، فهو يدل على منطقة صخرية، وهو يدل على نفسه، على تثبيت على نفسه. انظر المنطقة التي بها، وانظر هاي الصخرة، هاي انظر، هاي الحدود. وهو يمكن أن نتخذه كأنه رأس جمل. ها هو يمكن أن يكون رأس جمل، فهو تثبيت. كل الحالات هذه عينه فهي تثبت.